طريقه، ما سمعناش عنهم اي حاجه. طبيعي، هو في حد بيسافر وربنا يكرمه وعايز تسمع عنه حاجه؟ ما احنا ان شاء الله عندنا لما ربنا يكرمنا هنروح برضه وننسى الدنيا وكل حاجه. ما تسمعني وبلاش بلح. اسمعني انت، انا ظبطت كل حاجه خلاص. انا هسافر، عايز تسافر معايا اهلا وسهلا، مش عايز تسافر معايا خليك هنا، لو حر عجبك اتفضل عيش فيها لغايه ما تخلف. هتسيبني لوحدي؟ انا مش عايز اسيبك لوحدك، بس انت اللي راكب دماغك. عامل لك ايه؟ اسمع مننا يا صاحبي، اللي بيعدل بره التاني بيرجع ملك سلطان زمانه. ها قلت ايه؟ في ناس كتير بتغرق ولا بتحصل. تعملوا ايه يا عيال يا صيا عيال؟ هاكيمو ما تروحوا كل واحد يخش على بيته، ده انتوا حاجه فظيعه. ازيك يا كاميلا؟ ازيك يا عادل؟ شوف حالك، شوف حالك يلا. هو انت كنت فين يا كيمو؟ كنت بزور حماتي. حماتك؟ والله فيك الخير. يا نهار ابيض، محدش بيعمل كده اليومين دول. واحدة زيك بعد ما يموت جوزها المفروض تقطع معاهم يعني. حرام عليك، ده راجل كان محترم وكويس جدا. محترم وكويس جدا ها؟ اه. ماشي. ماشي يا كيمو. لو عايز حاجة بإيه؟ اتصل بيا على طول، هتلاقيني تحت الخدمة. ماشي. ها؟ سلام. أي حاجة ها؟ ها؟ سلام يا موز. كنت فين؟ كنت في السنبلاوي. ايه كنت فين دي؟ تعبيطه بت في دماغك ولا ايه؟ كده يا احمد انا غلطانه اني بقلق عليك. بقول لك ايه؟ ايه؟ امك في المحل ها؟ اه. انت مش كنت قلت لي ان عندكم غساله ما بتوصلش؟ اه وحياتك، محدش عارف يظبطها خالص. انا اظبطها لك. حاكم انا استاذ في الغسالات. ها؟ هلا؟ أنا مش فاهمة إيه يعني المقابلات اللي بتحصل في الشركات بالليل دي؟ أي انترفيو بيبقى الصبح مش بالليل كده. كل شركة وليها طبيعتها، وبعدين دي شركة أزياء وتجميل وشغلانتها 24 ساعة في الـ 24 ساعة يعني، المقابلة دي مخصوص متوسع علينا فيها. أنا خايفة. ما تخافيش بقى يلا. يلا إيه؟ مساء الخير. مساء النور. أنا عايزة أمشي. إيه إحنا ما صدقنا نمشي إيه؟ تعالي. لو سمحت. استاذ مدحت موجود؟ اصل احنا معانا ميعاد معايا. بس استاذ مدحت مش موجود، الموجود دلوقتي سكرتيره الخاص استاذ لؤي. نقابله، اصل احنا متوسع علينا من كمال بيه الاسيوطي. اوكي، ممكن ثانية واحدة؟ أنا نفسي أفهم، أنت منشف دماغك معايا ليه المرة دي؟ أنا؟ بالعكس، ده أنا ماشي على الخط اللي أنت راسمه لنا من الأول للآخر، أنت بس اللي بتنسى. أنا اللي بنسى؟ وإيه الميزانية دي؟ ما هو بصراحة أنا زعلان. من ايه ان شاء الله؟ تصور يا لؤي ان انا بحسبه صغيره كده، اكتشفت ان انا خسران في اللي فات كله. بتتكلم بجد؟ اه والله. لا مش معقول. اه ده انت جاي تعلي عليا بقى. انا ما بحبش كده على فكره. وبعدين ما تخلينيش اقول علمناهم الشحاته. لا انا عمري ما كنت شحات ولا احب اتعلم الشحاته. خد بالك من كلامك يا لؤي، احنا ملناش غير بعض، بلاش تعض فيا يا اخي. اضحك عليا بكلمتين. استنى مستر لؤي، في بنتين بره بيقولوا انهم من طرف الاسيوطي. اه طب بعد اذني خليهم يستنوا شويه. طيب شكرا. اه قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان انت حبيب قلبي. انا كل اللي انا عايز اعرفه احنا الموسم ده هنطلع بقد ايه. طمنا طمنا. بقول لك انت حبيب قلبي، حط في بطنك بطيخه صيفي. سلام عليكم. وعليكم السلام. معايا عرض هايل، تشتروا برفان رجالي وعليه عرض هايل جدا. وانت اسمك ايه؟ طيب معايا عرض تاني، تشتروا مكانتين حلاقه وعليهم مولعه هديه. مش ترد على السؤال الاول يا جميل؟ شكلكوا كده مش عايزين تشاركوا. شكرا. تروح فين؟ احترم نفسك بدل ما اخلي القهوه كلها تتفرج عليك. طب احترم نفسي ازاي؟ تحترم نفسك كده. غوري غوري بتاعتك القرف. لا طبعا انا مش موافقه. وعلى فكره لازم تفهموا كويس قوي ان انا اللي بقرر مش حد تاني. اوكي سلام. مالك يا ايت بتزعقي كده ليه؟ محدش فاهم شغل، كل واحد شغال بمزاجه وخلاص، فاكرين نفسهم بيفهموا. وانت بالعصبيه دي هتعرفي تشتغل يعني؟ معرفش بقى يا ماما، انا تعبت اصلا واعصابي تعبت مش قادره استحمل. عايز اسافر في اي حته، عايزه اريح اعصابي. وماله حبيبتي سافري، عمك سمير ومروان مسافرين. وانا مش هسافر مع عمي سمير ومروان. اوكي
خلاص يا حبيبتي براحتك، انت حره على فكره. على فكره باباك اتصل وكان عاوز. لا 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 غير السيره دي، مش عايز اسمعها خالص. معلش كلميه، هيفتكرني انا اللي منعاكي. اكلم مين؟ ما بكلمش حد انا. معلش هو عاوز يقابلك وصوته تعبان. والله تحب اكلمه دلوقتي حالا اقول له ان انا مش عايز اشوفه خالص عشان تستريحي؟ معلش عشان خاطري انا. انت عايزه ايه يا ماما؟ هكون عايزه ايه؟ عايزه ميره اختك اللي قاعده هناك اللي غاويه فقري دي. الله، ما هي اللي حابه ولاده من سميه. بعد ما انت قلت لها مليون مره تيجي تقعد معانا هنا، هي مش عايزه. خلاص بقى براحتها. بنا على فكره البت بنتك دي انا اعتبرتها اختهم هم، مش اختي انا اصلا. لا اوعي تقولي كده، هزعل منك جدا. الا ميره. وتزعلي مني انا ليه؟ هو انا اللي قايله هتقعد هناك؟ يلا مامي انا نازله، عايزه حاجه؟ هتقابلي سامح؟ اه هقابل سامح. طب خلي بالك بقى يا حلوه عشان هو عينه منك. ايه عينه مني دي؟ مامي انا مش بحب الكلام بالطريقه دي خالص، فبليز بطلي. اوكي خلاص يا حبيبتي، ما هي ليكي. حلو كده. وانا هقابله عشان شغل بس مش اكتر. حلو كده. طب اسمعي مني بقى، سامح غني، عنده فلوس وعنده شركات، ولو فضل يصرف منها هنا المليون سنة مش هتخلص، ودي فرصة مش هتتكرر. استني بس، رايحة فين؟ أنا هجيبلك من الآخر. هو في حد ذاته ما يهمنيش. مامي I know his storage، بس مش عارفة في حاجة غريبة في شخصيته، مقلق كده. شخصية ايه وبتاع ايه؟ هو انتوا بعد الجواز هتتقابلوا اصلا؟ اذا كان بيقابلك دلوقتي فعشان انت مش مراته ولا ملكه، لكن بعد الجواز هيبقى مشغول بالمصانع والفلوس والشركات، وانت كمان لا هتسيبي مركزك ولا نجاحك، فايه المانع بقى ان المية تجري في العالي؟ I love you mom. Bye. Bye. نصحى زي امك. وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله. تعملي ايه؟ خبي مني الشعر يا سمر؟ اه يا ست ميرا، انت بقى جايه تتريقي عليا وتتسلي. انا؟ لا والله العظيم، انت عارفه ان انا بحب الاشعار بتاعتك. بجد؟ اه والله. وريني ما اتفرج. الله، ايه الجمال ده؟ عجبك؟ حلو جدا. مين؟ ماما. طب ما تردي عليها. مش عايزه ارد بصراحه، يعني هتقولي تعالي وانتي عارفه بابا تعبان وما اقدرش اسيبه في ظروف زي دي. مش عايزه تشوفيها؟ اكيد عايزه اشوفها، يعني امي برضو مهما كان. تعرفي ان انا معجبه بيكي جدا؟ ساعات بقول انتي ازاي قادره تسيبي الهز اللي بتعرضه عليكي امك وعايشه معانا هنا؟ عشان بابا محتاجني. كفايه عليه ايتم. انتي بنت جدعه وانا بحبك على فكره. اصحيح مامتك ما تنزليش من زور مرات ابويا بقى. والله هو ده نظام الشركه عندنا، يعني هنا مفيش مواعيد، مفيش حاجه اسمها ان انا ليالي شغل محدد لحد ما فتره التدريب بتاعتي تخلص. وانا بصراحه كده مش هكدب عليكم، انا لولا ان الاستاذ كمال موصي عليكم انا اقسم بالله ما كنت شغالكم بمناظركم دي. بس مفيش مشكله، انتوا شكلكوا حلو وشويه تظبيط كده هتبقوا سوبر. يلا على تليفون. شكرا، مع السلامه. فريدي وشك يا ماما، فريدي وشك. السلام عليكم. مع الف سلامه. انا الميعاد الوحيد اللي مش ممكن اتاخر عليه ابدا الشغل. طبعا عموما انا وصلت على فكره، لو فتحت الباب دلوقتي حالا هتلاقيني قدامك. شفت بقى؟ عشان تعرف ان مواعيدي مظبوطه. وانا مستني من الصبح. اتفضلي. ميرسي. ايه
مراتك موجودة؟ لا مراتي ده ايه؟ احنا اتطلقنا خلاص. يا بسرعة كده؟ يعني كانت متعبة قوي. وانت بقى اللي ملاك خالص. على فكرة الملايكة مالهمش مكان على الأرض. أمال مين اللي ليه مكان على الأرض؟ الشياطين؟ البني آدمين أسوأ من الشياطين. وجهة نظر. عموما دي حياتك الشخصية، أنا ما أقدرش أتدخل فيها. قول لي بقى هنعمل إيه في الشغل اللي بينا؟ احنا هنفضل نتكلم واحنا واقفين كده. اتفضلي. اتفضلي. يا ستي أنا تحت أمرك في كل اللي أنت عاوزاه. تحت أمرك؟ والله فكرتني بالأفلام العربي القديمة لما واحد بيجي يضحك على واحدة كده. ليه كده بس؟ بص يا سيدي، أنا المهم عندي إن السوق يبقى بتاعي، وبصراحة كده مفيش حد عامل لي إزعاج غيرك. ماشي يا ستي، لو عندنا نسحب من السوق برضه عشان خاطرك أنا موافق. يا ريت. كده. قلت إيه؟ شوفي آيتي، أنت عايزة السوق يبقى بينك وبين نفسك ولا بيني وبينك؟ لا بيني وبينك، أنا واضحة وما بحبش اللف والدوران. خلاص أنا عامل ملف جاهز، بكرة الصبح هيكون عندك في الشركة. يعني اعتبر ان السيزن الجاي ده هيبقى بتاعي؟ هيبقى في جيبي يعني؟ في جيبك ولا في جيبنا؟ لا انت كده ما فهمتنيش برضو. بص، اللي انا عايزاه ان السيزن الجاي ده يبقى بتاعي ولوحدي، وانا ماليش منافس غيرك. بعدين انا شايفه ان انت مش محتاج السوق هنا في حاجه، انت مظبط حالك بره، خليك انت بقى بره وخليلي انا جوه. ايوه بس انا فاهم ان احنا هنبقى كيان اقتصادي واحد. ما هو احنا لما نقسم الامور بينا هنبقى كيان اقتصادي واحد وهنبقى حبايب كمان. ايتن انت فكرتي وقررتي على اساس ان انا وافقت. طب تعالى نكمل كلام في الموضوع ده واحنا بنتعشى بره. ماشي يا ست. ايه الروقان والدلع اللي انت فيه ده؟ فينك يا عم رامي تيجي تشوف؟ بقولك ايه، ما تجيبيليش سيرته بقى، انا مش عايزه اتجوزه خلاص. لا يا شيخ، امال ايه مود النحنحه اللي انت فيه؟ ما بيسالش فيا خالص يا كاميليا. يا عيني، معلش. خدتي الدواء؟ لا. ليه كده؟ مش عايزه اخد الدواء، انا خلاص زهقت. وبعدين في الاخر انا عرفت ان اللي عندي ده عمري ما هخف منه، ملوش اصلا علاج، انا بس محمله بابا عبء على الفاضي. اولا انت مش محمله بابا عبء، ثانيا طالما مش هنخف يبقى انصحني، يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه. كاميليا بقول لك ايه، سيبيني بقى عشان خاطري، مش عايزه اخد دواء. انا كيف ان انا اترهب من وابعد عن كل الناس، كنت عملت كده وخلصت. بقى بالذمه ده اسمه كلام؟ لما الجمال ده كله يترهب ويبعد عن الناس، امال مين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال؟ انا بجد خايفه، انت مش فاهمه انا خايفه قد ايه، خايفه اخلف عيال زي، والله كل يوم بخاف انزل تجيلي الحاله وانا في الشارع. ما عشان ما تجيلناش الحاله واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدواء. كاميليا انا بجد زهقت، انت مش فاهمه انا حاسه بايه، انا حاسه ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت. انا مش عارفه انا عملت ايه عشان يحصل لي كل ده، انا بجد ما اعرفش. طيب ده مين جاي الساعات؟ هتكسر الباب؟ قلت طيب. ايه يا ولد؟ هتكسر الباب؟ فين يا اما؟ كنت فين؟ بقالي ساعة بخبط على الباب. هكون فين يعني؟ قاعدة متهببة مستنية المعدول. المعدول ده بقى اللي هو انا؟ يا اخي انت كدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني، على طول ايد ورا وايد قدام فاضية، عمرك ما جبت لي حاجة، نفسي احس اني مخلفة راجل. ايه؟ ايه ده يا سيدة؟ ولا في ايه؟ انا مناخيري ما تكذبش ابدا، انا شامم ريحة كباب وكفتة في البيت ده. ايوه ولا الجيران، الجيران من الصبح مش رحمين حد، مش عاملين حساب الناس. جيران علي انا برضه يا سيدة. الجيران اقطع دراعي المكان الكباب والكفتة في البيت ده. يعني انت كنت هتبات عن بعادة، ايه اللي جابك؟ عادل مين والناس نايمين يا حاجة؟
انت مش قلت هتبيت عند حد؟ انت مخبيه كباب هنا. انت بتعمل ايه؟ بدور على كباب والكفته يا حاجه. كباب اهو. بتشتغلين هنا يا سيده؟ الكباب والكفته هم اتخبى على ابنك صباعين كفته وحته لحمه ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. طول عمري اقول الشقه دي مسكونه، احنا لازم نعزل. مسكونه مسكونه، شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكله عادي. انت بتعمل ايه؟ باكل جعان. طب ده عشا النهارده وغدا بكره. طب اقعدي بس عشان عايزك موضوع مهم. اقعدي. انا مسافر. سافر يا اخويا والقلب دعيلك كده اهو من غير ما تقولي لي راح فين. داهيه رايح فين؟ داهيه راح ايطاليا. هما طالبين بقر هناك. يوم انا بتكلم بجد مش بهزر. هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح. بلح النصاب؟ وده هتصدقه؟ ده كذاب ونصاب يا ولد. اعمل ايه يا اما؟ انا كان لازم اشوف لي سكه اخرج بيها من الفقر اللي انا فيه ده. طب ما تسيبك من كاميليا بنت سميه الفقريه وتجوز بنت زينب اللي بتلعب بالفلوس لعب. هي مش كاميليا دي تبقى بنت اخوك برضه ولا انا غلطان؟ لا، بنت سميه الفقريه اللي جايبه لنا الفقر، ربنا ياخدها زياده ما هو واخدها. الله، زعلان عليها قوي. طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم؟ بعد ما اتجوزت بسنه جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقه، يعني لو كنت اتجوزتها انت كان زمانك مدفون مكانه. بقول لك يا اما فكك بقى من الكلام ده، انا بجد مسافر وقلت اقول لك عشان يبقى عندك علم. يا ابني يا ابني استهدى بالله واقعد، وبكره ربنا هيفرجها، بس قول يا رب. ما انا عمال اقول يا رب، طول عمري عمال اقول يا رب، ما فيش حاجه بتحصل. اهو ما صدقت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله. وهتدفع فلوس بلح منين؟ ده بياخد فلوس قد كده على قلبه. عدل ادفع لي وبعد كده انا ابقى ادفع له من فلوس الشغل هناك. اتلب المتعوز على خايب الراجه، وعادل هيدفع لك ويدفع له منين يا خايب؟ هنتصرف يا اما هنتصرف. طب يلا قوم. قوم اروح فين؟ بس خلاص كده قوم. ايه هو ده اللي خلاص؟ انا لسه ما شبعتش. لا يلا يا واد، ده لسه بكره. لا احنا في النهارده مش في بكره. الله، هو انت واكل وحدك؟ طب خدي كلي معايا. حلوه جميله تعجبك. ايوه. بقول لك يا ابو عزيز، هتقدم في الشقه بتاعت الاسكان الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في الوزاره. يمكن القرعه تجيلك وتاخد شقه بالقسط على 20 سنه. جمال، حد ضمن عمري؟ عشان حكايه القسط دي انا ما بحبهاش. عندي كم بنات بجهزهم دلوقتي، عايزه تتشاور، عايزه تجهز. عالم. ما انا بقول لك عشان البنات، يمكن الشقه دي تطلع نصيب بنت مش سبع بنات اللي عندي. أنا عندي ستة بس. أنت هتغلط؟ لا لا، ستة مع أيتي، معيشة مع أمها وجوز أمها دلوقتي، بس لها أمورها معاها. دي بقت مديرة كبيرة. يا الله. الكلب دي بقى لي سنتين ما شفتهاش. لا، أمها هي اللي مقوياها. هي اللي محرجة عليها إنها تجيلك أو تتصل بيك. لا لا. لا يا أخي، مش قوي كده. حظوظة برضه. مش عارف والله. لا طوعك والله، طوع قلبي. لا، طوعني انا طبعا. البنات بيشتاقوا لابوها، والبت مهما بعدت بتحن لحضن ابوها. اسمع مني انا. يعني انت رايك ان انا اللي اروح اشوفها؟ طبعا يا اخي. الله، بنتك ومن حقك تشوفها. مش كفايه سبتها لها؟ وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت المفروض الست دي ما كنتش تتجوزها من الاساس. كل شيء نصيب يا أخي. بعد في الفات وصل العقل، وبعدين هي خلاص اختارته وسعيدة في حياتها وراضية الحمد لله على كده. انت ما عندكش حد غلطان خالص. ماشي اعمل اللي عجبك يا ابو عزيز. انا اصلح فيك ايه؟ ما خلاص. انا هقوم دلوقتي اروح اشوف البنت. استنى بس، شوف دلوقتي. صلي على النبي. صلي هفوت واشوف يا بخت من زار. وصلي واتملى بنور جماله. صلي. ازيك يا كريم يا ابن الكريم؟ ازيك يا خليلة، عاملة ايه؟ نحمد ربنا. خد السبحة دي. يا خليلة، ده انا بقى عندي دكان سبح في البيت. بس دي مش اي سبح، دي من مكة. تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك عليه الصلاة والسلام.
شكرا كتر خيرك. خد سبح. لا متشكرين يا سيدي. النبي ما هتورد على جنة. أنا اللي مش هورد على جنة؟ والله أنت لا هتوردي على جنة ولا على نار أصلا. أكبر بخاطر. أكبر بخاطر مين؟ صدق في الآخر هتطلع الست دي أغنى مني ومنك. روح روح يا سيدي شوف هتعمل إيه. يلا روح روح اتكل على الله. يلا سلام عليكم. مع ألف سلامة يا سيدي. أحمد. عارف ايه؟ اخد بعضك كده ورايح على فين؟ لا ده انا رايح مشوار صغير لغايه اول الشارع كده وراجع على طول. انا سمعت انك اليومين دول لازق عند بلح. ايه الحكايه؟ ما انا لا بنقعد عنده يعني بنقضي واجب يعني بنقضي وقت. احمد اخر قعدت كنا ناوي تخلع. انت شايف اللي بيموتوا في عرض البحر؟ لا خلي بحر ايه واخلع ايه؟ مفيش كلام من ده. على كل حال انا كلمت لك المدير عندي في الشارع. لا خير الله يخليك. لا مدير ولا احزنون. لا انا مش عايز اشتغل في وظيفه حكوميه. انت عارف خلي الوظيفه الحكوميه دي يعني عامله زي المقبره. انا لو دخلتها من هنا مش هخرج منها. انا ما اقصدش حاجه خير. انا اسف. انا بس عايز اقول يعني ان انا مش عايز اضيع عمري في مصلحه حكوميه. ده يقول لي اعمل كده وده يقول لي ما تعملش كده واخر الشهر اخد لي ملاليم لا ياكلوني ولا يكسوني. ولا أنا غلطان يا خالي؟ لا لك حق يا لك حق. أنا آسف يا خالي ما أقصدش. لا لا حبيبي لا لا مفيش حاجة مفيش حاجة. مش يا خالي مش هسامع. أشكرك شكرا أبو أحمد. طالبه معايا واحده زيك تبوظهولي. ايه مزاجي عنب دي؟ ما تنقي الفاظك. ايه واحده جايه من الشارع؟ بقول لك يا بنت انت بنت معقده ومستفزه. انا مش عايزه اتكلم معاكي كتير. روحي شوفي حد غير اتكلمي معاه. خلاص تصدقي بالله ان انا غلطانه. انا جيت لك اصلا. ما تغلطيش تاني. مستفزه. الو انا اسفه يا استاذ لؤي على الازعاج. انا بس حبيت اكلمك عشان اشكرك. لا لا تمام انا هاجي طبعا بكره ما تقلقش. باي باي. اختك مروه دي هتتهبل من كتر قعدتها قدام المرايه. مالكيش دعوه بيها. هو ايه اللي ماليش دعوه بيها دي؟ واحنا مش اخوات وعايشين في بيت واحد. مرة انت عايزه ايه؟ هاتي من الاخر. زي ما تعمليش الهيصه دي كلها وقلبه الوش دي غير ما تكوني عايزه حاجه. يا بنتي انا صعبان عليا بس فلوسها اللي عماله تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وشها. مش احنا اولى بيها؟ ايوه هاتي من الاخر. عايزه ايه بالظبط؟ بصي يا ستي انا عارفه انك انت اللي هتفهميني فيهم. الصراحه انا عايزه اعمل مشروع. بقول لك ايه يا منى سيبيني عشان خاطر انا دماغي مش رايقه. والله العظيم مكسبه مضمون. وهو نساعد ابوكي شويه بدل العيشه اللي احنا عايشينها دي. وانا بقى سيبيني وحياه ابوكي عايزه اتفرج على الفيلم. هو انتوا مالكم كلكم النهارده ضاربين 111 كده ليه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي بدل ما انت عماله تلف على كل واحده في البيت عشان تسفي الفلوس اللي بتجيبها ما تشقطي لك عريس يتجوزك وينيكي في بيته ويريحك من التفكير في المشاريع. تصدقي بقى انك قللت الذوق. وبعدين ايه يقنيني دي؟ هو انا هتجوز ديك يا اختي؟ يجي الديك بعد كده ربنا يحلها. على فكره بقى والله العظيم انا لو عايزه اتجوز هتجوز من بكره. بس انا اللي ماليش نفس. لا ده انا واثقه والله. ربنا يفتح نفسك. هتموت هتموت وتتجوز. يا اختي خليها تموت تبقى تقابلني. انا مش معاكي خالص يا كاميليا في اللي انت بتقوليه ده. ده حقك ولازم تاخديه من حبيب عينيهم. يعني اروح امسك في خناق الناس؟ خناق ليه؟ هو ده مش حق والله العظيم. انا مش فاهمه يعني الله يرحمه كان جوزك ودي شقته وانت ليكي حق فيها. يعني ايه المشكله لما الامور تتصفى؟ انا لو منك هقلب الدنيا. ماشي انتوا بقى اللي ناسيين ان الشقه دي في بيت عيله وانا ما خلفتش. يعني هم ليهم حق فيها.
في الاخر بقى اروح امسك في خناق الناس عشان الكم مليم اللي ليا. والنبي لو مليم واحد حقك يا كاميليا ولازم تاخديه، ده ايه الهم ده؟ اقول لك على حاجه يا كاميليا، بس ما تزعليش مني. انا هزعل منك ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه انت كده غلطانه انك اتجوزتيه من الاول. ماشي يا اختي. قولي لي بقى، هو انت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز؟ قصدي قبل الجواز ما حبيتهوش، لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته، بس مش قوي، بس كنت بحترم، وعشان كده مش عايزه ازعل اهله. وايه دخل الكره والحب بالحق يا كمالي؟ يعني هو فعلا ممكن الحب يجي بعد الجواز؟ طبعا، زي ما في كتير بيحبوا بعض قبل الجواز، وبعد الجواز يكرهوا بعض موت. انا عن نفسي مش هتجوز واحد الا وانا بحبه جدا، ولازم اامن نفسي معاه. يعني ايه؟ يعني لازم يعرف انه لو زعلني هيقع دم قلبه وهيروح في 60 ده. شيخه تنيلي، هو ده يبقى حب؟ لا دي اسمها حرب. انت يا بنت متعقده من اللي بيحصل لي؟ لا خالص، انت بس صعبانه عليا. صعبانه عليكي ليه يا اختي؟ ما انا كويسه اهو زي الفل. بقولك يا كمال، يعني انت ازاي حبيتيه بعد الجواز؟ يعني هو عمل ايه بالظبط عشان يخليكي تحبيه؟ طب اقوم انا بقى. يلا قومي وافضلي لغي كده، هتتخني وتبقي قد كده. ولا حاجه، كان طيب. يعني هو في حد بيحب حد بس عشان هو طيب يا كاميليا؟ انا من اول يوم حسيت ان هو عارف اني مش راضي عن جوازي بيه. يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر، لكن عمره ما قال لي كلمه تضايق. بالعكس، كل مره كان بيضمني فيها كنت بشوف في عينيه امل، امل اني اتغير وابقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما اكون معاه كزوجه. ايه تاني؟ خليني اتكسف من نفسي، من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه. كان بيدافع عني، كان طول الوقت بيفكر فيا وخايف عليا حتى وهو تعبان، لكن عمره كان قصير. بس هي الدنيا كده، دايما بتاخد اللي بنحس بقيمتهم متأخر. تعرفي يا كمالي، أنا نفسي أحب أوي. أنت عارفة إن في ناس ما بتعرفش تحب؟ لا فهمتي بقى. هتفهمي يا أختي، مستعجلة كله هيجي على حاجة، ما تقلقيش. بكلمك على التليفون ما بترديش ليه؟ كنت بتعشى مع سامي. ما أنا عارفة، وصلتي لإيه؟ للي أنا عايزاه طبعا. اللي هو إيه؟ طمنيني. مامي، اوعي تكوني فاكرة إن واحد زي سامح ده ممكن يحب ولا حاجة. وإنتي مش سهلة برضه. يعني هو لمح، بس أنا قلت له مش وقت. صح كده، لازم يعرف إن لا يمكن تتجوزيه وهو متجوز. طلق مراته. ياه، هو لحق ده ما كملش معاها سنة. سامح ده واحد أناني، عايش لنفسه بس. وانتي مستنية حد يا مامي؟ لا خالص. مدام زينب موجودة؟ ازيك يا ايتن؟ ازيك يا عبد العزيز؟ انت عارف ان ايتن كانت لسه بتقول لي حالا انها عايزه تجيلك. انت عارفه ان احنا ما شفناش بعض من قد ايه يا ايتن؟ مش كتير يعني. سنتين مش كتير. معلش، اصل انا ام وركينج اول ذا تايم ومش حاسه بالوقت بصراحه. وحشاني يا ايتن. طيب عن اذنكم عندي تليفون.
لو ماما ما قالتلكيش ان انا اتصلت بيكي كتير عشان اشوفك. انا عارف انك زعلانه مني، بس حبيبتي انت وحشاني وكان نفسي اشوفك حتى لو ماما مش عايزه. والله اتصلت بيكي كتير. بابا هو انت عايز ايه؟ يعني حضرتك عايز ايه من الزياره دي؟ نشوف بعض؟ اه. طب ده احنا شفنا بعض اهو كله تمام خلاص. المهم بس عندي انك ما تفتكرش خالص اني ممكن اسيب بيتي ده واجي اعيش معاك في الحاره. انا ما قلتش كده، والله ما قلت كده. امال ايه؟ لا ابدا، انا كنت عايز اجي عشان اشوفك واقعد معاكي. طب معلش، اصل انا بشتغل طول النهار وتعبانه محتاجه انام. تصبح على خير. انت قلت ايه للبنت خليتيها مش طايقاني؟ انت ليه متخيل انها مقوياها عليك؟ انت مش شايف نفسك ان انت اب فاشل؟ ولو كانت قاعده معاك كان زمانها مستقبلها زي اللي عندك. انا مش عارفه ميرا قاعده بتهبب ايه عندك. قاعده مع ابوها في حضنه وفي حماه. حماه؟ سلمي على حماه. بقول لك ايه يا زيزو، انت اخر مره جبت جزمه ولا شنطه لبنتك كان انت تفتكر؟ طبعا مش هتفتكر. انت عارف الجزمه اللي ايتن بتلبسها في رجلها بتدوس عليها على الارض بكام؟ تسوى مرتبك اكتر من سنه. على فكرة انت اللي سممت افكارها. انت لافكارك مسمومة. انا لو منك ما كنتش اتجوزت ولا خلفت اصلا لغاية ما اشوف ههبب ايه في حياتي. حرام عليك يا اخي بناتك اللي عملته فيهم ده. الله يرحمك يا سمية، يا ريتني كنت نصحتك وقلت لك انفجي بجلدك. ده غاوي فقر بيعشقه زي عينيه. مامي تعالي عايزاك. جاية يا روحي.